وانام براحتي واقوم براحتي. يا سلام، مين اللي جاي دلوقتي؟ ممكن أدخل؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت شكلك طالب كويس. هات الملف بتاعك وتفضلات. ربنا يخليك يا حضرة النظرة. ادي الملف بتاعي، اتفضلي. الملف بتاعك ده شكله ممتاز. ايوه هو ممتاز، بس مش حضرتك تفتحيه الاول؟ الجواب باين من عنوانه. طب انا في الحقيقة مش فاهم حاجة، يعني هو في ايه حضرتك؟ بص، انا هقولك بصراحة، انا عايز اخد اجازة زي ما الطلاب كلهم بياخدوا اجازة. هما بياخدوا وانا ما باخدش اجازة خالص. طب ما حضرتك تاخدي اجازة عادي. ومين بقى اللي يدير المدرسة؟ ومين كل مرة يستقبل الطلاب اللي بيجوا؟ ما انا هقول لحضرتك برضو على حاجة يا حضرة النظرة، كل شغل في الدنيا لازم اللي بيعمله ياخد اجازة، والا الشغل هيبقى مزعج قوي. عندك حق فعلا. انا في الحقيقة مش فاهم حاجة. بص، خلاص خلاص، الكلام كله خلص، ما علينا، وجاوب على الأسئلة اللي جاية. هتفضلي حضرتك. اتفضل. يلا قولي اسمك ثلاثي بسرعة. أشرف أحمد عبد العزيز. أشرف أحمد عبد العزيز. قولي بقى، كنت بتدفع غرامة في المدرسة؟ لا لا لا، أدفع غرامة ليه في المدرسة؟ ما يعني أدفعش. عمرك ما كسرت حاجة ودفعت غرامة؟ لا أبدا، أنا كنت طالب هادي جدا، عمري ما كسرت حاجة ولا عملت مشاغبات ولا الكلام ده. يعني ولا كنت بتتخانق في المدرسة؟ لا 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 لا، كنا بس بنجري ورا بعض كده في الفسحة وخلاص. طب ده حاجة كويسة جدا، ده معناه ان انت كنت طالب هادي وكنت طالب نجيب. الحمد لله، انا طالب نجيب طول عمري الحمد لله. طب كان عندك شلة صحاب؟ طبعا، امال عندي شلة صحاب. طب عرفنا عليهم كده. في واحد مثلا اسمه خالد محمد، وفي خالد عبد اللطيف، وفي محمود حمدي، ده اللي انا فاكرهم في الحقيقه. طب لسه بتتقابلوا لحد دلوقت؟ لا في الحقيقه بقالنا مده ما شفناش بعض. خساره. طب لو شفت حد فيهم ايه هيبقى رد فعلك؟ طبعا هسلم عليه بحراره شديده جدا، وهقول له ان انت وحشني، وناخد تليفونات بعض ونتقابل بقى عشان نعيد الايام الجميله بتاعت زمان بقى. طب دي حاجه حلوه جدا. طب معاك صور مع اصحابك كنت متصورين؟ صور مع اصحابي في الحقيقة لأ، بس أنا معايا صور ليا وأنا صغير أنا لوحدي. طب تعالى نشوف واحدة منهم. طيب اتفضلي حضرتك. ده أنا أهو. ده أنت؟ ده أنا أهو. شكلك متغير خالص. لأ، ما هو شكلي هو زي ما هو، أنا شكلي زي ما هو. لا مش زي ما هو خالص. لا لأ، ما اتغيرش كتير. طب كنت حلو وأنت صغير؟ يعني عادي عادي، كان شكلي مقبول يعني الحمد لله. كنت بتتشقى؟ لا لا خالص، عمري ما حبيت يعني الشقاوة. يعني من وانت صغير كنت هادي كده وطبيعي؟ انا هادي من ساعه كده ما ربنا سبحانه وتعالى خلقني، ومع عمري ما عملت مشاكل ولا زعقت لحد، زي ما قلت لحضرتك يا حضره الناس. انت طالب مش معقول. لا ليه ليه، ما هو ده اللي المفروض الناس كلها تعمله، يبقوا هاديين يلعبوا بس ما يكسروش حاجه ولا يزعجوا حاجه حد، ولا يرموا حاجه في الارض، ولا يعملوا صوت عالي، ده اللي المفروض يحصل. عكس كده بقى حضرتك، هو ده اللي مش طبيعي. طب ايه اكتر موقف حصل لك في المدرسه ومستحيل تنساه في المدرسه؟ اه بس هو وانا صغير بقى كده حضرتك يا حضره النظره، كان في مدرسه اسمها ابله سعديه، احنا بقى كنا بنقول ابله، ما كانش بقى في الميس والحاجات دي. فكنا أبلة سعدية، كنت انا بحب الرسم، فمره كده وهي قاعده انا رسمت، يعني في وسط الحصه كده رسمت الصوره ليها ورسمتها كده وهي قاعده، وبعدين طلعت بالظبط. فحد زميلي كان قاعد جنبي اللي هو خالد اللي قلت لحضرتك عليه ده، خد الورقه وجري عليها، قال لها بصي يا أبلة سعدية، بصي يا أبلة سعدية. قالت له ايه؟ افتكرت في حاجه. قال لها ده اشرف رسمك. انا قلت بس بقى ده المسألة يعني باظت معايا، ده هتفصلني بقى وتقول لي بترسم في الحقيقة فضلت تطبطب عليا، قالت لي ده أنت بترسم حلو وفنان جميل قوي، وإيدك بترسم جميل قوي قوي قوي، وطبطبت عليا وقالت لي بس أنا عايزك بقى تركز في الموضوع دوت علشان يمكن يبقى شغلك بعد كده في الحقيقة، وأنا من ساعتها وأنا بحبها. يعني خدت الموقف كده ببساطة كده،
مش بقى وتعاقبني بقى والكلام ده، لا لا لا. طب قول لنا بقى ايه روتينك اول ما بتصحى من النوم؟ يعني اول ما بصحى من النوم طبعا بتوضى وبصلي الضحى، لان طبعا المفروض ان احنا بنبقى مصلين الصبح. بصلي بقى الضحى وبعمل بفطر، اعمل فطار وبشرب شاي، ولو في عندي شغل بنزل شغلي وكده، وباجي بقى بريح شويه وبس. ممكن اكلم حد من اخواتي بالتليفون اطمن عليه وكده بس. طب عمرك اتأخرت على طابور المدرسة؟ اتأخرت للأسف، اتأخرت. طب وكنت بتتعاقب؟ ما كنتش بتعاقب، لأ، بس هو كانت أختي كبيرة، كنت أنا ببقى شايل الشنطة كده أهو، وإيه وأديها لها، وأنا أروح بقى إيه ألعب بقى مع أصحابي في الحوش بقى بتاع المدرسة، اللي هو الفناء بتاع المدرسة يعني. وكنت أحيانا بإيه بتأخر في الطلوع بتاع الإيه بتاع الفصل، بس ما كانش حد بيعاقبني، لأن كانوا بيعاملونا إحنا أطفال بقى. بس ممكن يقول لك ايه، ما تتاخرش تاني، ما تعملش حاجه وحشه تاني، تطلع في الطابور، أيوة. حافظ على المواعيد وكده. كنت أيوة. بقول لهم حاضر. طب تعال نشوف صوره كمان. طيب اتفضلي. اهو دي حضره النظره، دي شكلي ولا ايه؟ لا برضو مش برضو شبهك ده شكلي بالظبط. بالظبط، انت مش متاكد؟ بالظبط يعني، شكلي كبر طبعا، بس الملامح خالص. لا، ده انا لما تتاملي كده هتلاقيني انا زمان. بس ممكن. بس طب كان في موبايل ايام المدرسه بتاعتك؟ لا، ما كانش في موبايل خالص، ما كانش في موبايل، لان الموبايل ده طلع بقى جديد بقى بعد ما احنا كبرنا بقى، وكان حتى تليفون البيت ما كانش فيه تليفون في البيت كمان. ما كانش في تليفونات لا خالص؟ لا لا لا، ده التليفون بقى جه بقى بتاع البيت دوت، اللي اول ما فرحنا بقى، وكنت قاعد جنبه عم مستنيه يرن. انا ببقى فرحان بالرنه دي بتاعته، وساعات بقى عشان ما يصحيش الناس اللي في البيت كنت اجيب بطاطين بقى، وكنت انا بقول لاصحابي بقى ايه يتصلوا بيا، انا هستناكم الساعه 10 بالليل تتصلوا بيا، وابقى محضر بطاطين، اول ما ترين ترين اقوم حاطط الايه البطاطين على التليفون عشان ما يصحهمش بقى من النوم. طب وليه بقى كنت بتقول لاصحابك كده يعني؟ ما انا كان فرحان عايز يرضيك باباك يصحى؟ لا، ما انا كنت بحط البطاطين عشان ما يصحوش، وبعدين بقى كنت ببقى فرحان بصوته قوي، لانه كان جديد بقى، وكان ايه عايز اتكلم بقى في تليفون بقى. وحتى كنت اتكلم بالراحه كده، ايوه خالد كده، عشان ما حدش يسمع صوتي ويقول لي روح نام بس. طب فاكر لبس شكل فاكر شكل لبس مدرستك؟ اي مال، وده يتنسي؟ ده كان في كده كان في زمان حاجات قماش كده اسمه تيل ناديه، ايه هو اسمه كده، هو كان لونه بيج كده، يا اما قميص، ده القميص بقى اللي هو الشياكه، ويا اما مريره، فانا كان عندي واحده من دي وواحده من دي، فكنت ساعات بقى البس القميص، ولما احب اغير البس القميص الثاني او المريله، كان لونه بيج كده، كان هو اللبس المعتاد بتاع المدرسة كلها من أول سنة ستة، الأولى ابتدائي لغاية سنة ستة وكده. اسمه تين نادية، خلي بالك ده اسم غريب أوي. لا، ما هو ده اللي كان موجود ساعتها، ده كان آخر شياكة دلوقتي يعني، زمان كان حلو أوي. أمال طب كنت بتتأخر عن المدرسة؟ لا، ما أنا بقى إيه لما كنت بسيب الشنطة مع أختي، كانت بقى هي كانت طيبة أوي، فتقول لي حطها هنا أهو، حط الشنطة بتاعتك، وأنا بقى أروح بقى إيه العب بقى معاها بقى مع اصحابي يعني، ونفضل نلعب حاجه اسمها حفاقه. انتوا عندكم حفاقه دلوقتي؟ حفاقه اللي هو نجري ورا بعض ونمسك بعض كده، اسمها حفاقه دي. وساعات كنا لا نلعب لا كوره، معرفهاش. كنا نجيب كوره زنطوطه كده برضو، ونفضل نلعب كده في الـ في الـ في الفناء بتاع اللي هو الحوش بقى بتاع المدرسه، وهي بقى يعني شايله الشنطه. حتى لما كنا نطلع رحله فكنت يبقى معايا الشنطه، واخدها ليه انا مش عارف، بس اقول لها خلي الشنطه معاكي، ويعني كانت بتعاملني كده اخوها الصغير بقى، فكانت ايه بتقول لي طب حطها، وهي طبعا عايزه تجري هي كمان، ما هي طفله. فانا بقى افضل انا الف بقى والعب وكده، وهي يعني قاعده بالشنطه. طب كان في حاجه بتخوفك في المدرسه؟ كان في ابله اسمها ابله اعتماد. اعتماد؟ ابله اعتماد دي كنت ما خافش من حاجه. كانت بتدرس لك ايه؟ ما كانتش بتدرس حاجه، بس هي كانت وكيله المدرسه. وكيله المدرسه دي اللي هي كانت تبقى واقفه كده اهوت، تبقى ماشيين كده نلاقيها واقفه كده، نقوم عاديين من الناحيه التانية، او نطلع من السلم التاني، لانها بتبقى حاجه جامده قوي يعني، شخصيه قويه، فكنا بنخاف بقى لحسن تعاقبنا، انتوا طالعين من هنا ليه، فكنا نلف من الناحيه التانية.
وبنطلع بقى الفصل بالناحيه التانيه كده عادي، مفيش حاجه. بس هي كانت طيبه، بس هي شكلها كان احنا اطفال بقى، فكنا بصراحه بنبقى خايفين منها بصراحه. طب كنت بتغيب كتير من المدرسه؟ لا مش كتير، كنت على طول بروح على طول كل يوم، بس لما بكون مثلا تعبان شويه او كده فممكن اغيب يوم، لكن لما برتاح وبروح تاني عادي مفيش حاجه. بس خالص. طب انا بقى عندي ليك مفاجأة. قولي قولي حضرتك، ده انا مش قولي حضرتك. على فكرة انا المرة دي مبسوطة جدا وانا بقولها، انت اتقابلت هنا في المدرسة، الله يخلي حضرتك، الله يخلي فرحانة ان انت اتقابلت عشان انت تلميذ شاطر. الله يخليك يا حضرة النظرة، ده انا هتلاقيني نجيب ومدرس هايل قوي قوي قوي، ربنا يخليكي. ماشي، اتفضل يلا روح على الفصل بتاعك. اروح الفصل بتاعي؟ طيب طيب بعد اذن حضرتك. بس انت طالب مش مدرس. انا طالب؟ طب طالب؟ طب اللي حضرتك تشوفيه، او حتى لو في معلومه ناقصه ولا حاجه اكملها. يلا على فصلك. طيب ربنا يخليكي حضرة النظرة، ربنا يخليكي.